اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من القاهره ومتابعه لاهم الملفات المحليه والعربيه والعالميه. ومعنا اليوم الرئيس السيسي يقول المباحثات مع ملك البحرين تناولت الجهود العربيه لوقف اطلاق النار في غزه. يحذر من خطوره استمرار التصعيد العسكري بالمنطقه. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة خلال الأيام المقبلة. كما نتابع أيضا إسرائيل تجدد هجومها على غزة ولبنان وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب. ونتابع أيضا جهود أمريكية وأوروبية محمومة لوقف جرائم إسرائيل عن الانتقام من هجوم إيران. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك توافق مع ملك البحرين على ضرورة حفظ أمن المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات وعدم تركها لدعاة الحروب والعمل على الدفع بالحلول السياسية والبعد عن الحلول العسكرية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة. لقد ناقشت مع شقيق جلالة الملك البحرين تفصيلا هذه التطورات الإقليمية المقلقة وتصورات التعامل معها في إطار اتفاقنا معا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات وعدم ترك مسائرها لإرادة دعاة الحروب في إطار أولوية الأمن العربي المشترك الذي نعتبره كل لا يتجزأ. وقد اتفقنا على ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي، والعمل على دفع الأطراف إلى إنتاج العقلانية والحلول الدبلوماسية والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة والسماح للجهود المخلصة الهادفة للسلام بالنجاح وفتح مسار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملاً بمستقبل توحد فيه شعوب ودول المنطقة جهودها من أجل الرخاء والتنمية. وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثاته مع ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة تناولت الجهود العربية المشتركة للتعامل مع الوضع الغير قابل للاستمرار في الأراضي المحتلة. وتناولت المباحثات الدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة ووقف كل محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني. لقد ناقشت مع شقيق جلالة الملك جهودنا، جهود بلدينا والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير قابل للاستمرار ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره، من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق، والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المنطقة في الوقت الحالي تمر بمنحنى شديد الخطورة نتيجة الحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة وسقوط المروع لآلاف الأبرياء. نجتمع اليوم في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة واستمرار السقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء. لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم إلا أنهم يتواجدون في أراضيهم ويتشبثون ببيوتهم وأوطانهم ويطمحون إلى العيش بعزة وكرامة وإنسانية. وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط من تبعات الحرب على قطاع غزة وإنما مما ستجره لا محالة من امتداد الصراع ودعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة في دائرة العنف والعنف المضاد.
لقد حذرت مصر كثيرا ليس فقط من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء في فلسطين المحتلة، وإنما كذلك مما ستجره لا محالة من اتساع للصراع وامتداد حتمي لدعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد، فتتسع دائرته لتلتهم دون رحمة أي أمل لشعوب المنطقة في سلام وحياة مستقرة آمنة. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تشهده المنطقة حاليا لحظة فارقة سيتوقف عندها التاريخ بسبب الاستخدام المفرط للقوة العسكرية تجاه ألاف المدنيين وسط غياب أي قدرة للإرادة الدولية لإنفاذ أبسط مفاهيم الإنسانية. هي لحظة فارقة دون شك سيتوقف عندها التاريخ لما تشهده من استمرار الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ترويع المدنيين وتجويعهم وعقابهم جماعيا لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري، في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولي وغياب أي قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية. من جانبه قال ملك البحرين إن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت سبل تعزيز العمل العربي المشترك وضرورة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية للقطاع وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك، وخصوصا ما تعلق بضرورة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية والحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل للعضوية في الأمم المتحدة لينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الاتحادية وأجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة العاهل البحريني وعزف السلام الوطني للبلدين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من البحرين مباشرة الأستاذ عبد الله الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني. أستاذ عبد الله مساء الخير. يعني بداية كيف تؤصل هذه الزيارة لملك البحرين إلى القاهرة في أصالة العلاقة التاريخية ما بين مصر ودولة البحرين والتفاهم بينهما في العديد من القضايا العربية والدولية؟ نعم طبعا في البدايه يعني جمهوريه مصر العربيه هي يعني الدول الشقيقه والقريبه الى قلوب البحرينيين، والعلاقات المبنيه بين جمهوريه ومملكه البحرين هي علاقه قديمه من الاباء والاجداد والحكام القدماء وليس وليده اليوم، وايضا تجمع جمهوريه مصر العربيه ومملكه البحرين الحضارات القديمه، وهذه ايضا يعني يوثق من العلاقات. وزيارة جلالة الملك الله يحفظه هي لإرساء واستكمال العلاقات ما بين الدولتين، ومصر لها العديد من المواقف المشرفة في اتجاه مملكة البحرين والعلاقات المتبادلة بينهما، بالإضافة إلى أن البرلمان العربي موجود أيضا تحت ظلم جمهورية مصر العربية منذ سنين، فدور مصر يعني في الوطن العربي له دور بارز، وعلاقات مملكة البحرين أيضا هي علاقة أخوية وليست فقط يعني بين دولية ورسميات. صحيح. وأيضا جاءت الملكة لحظة من يعني من متواصل مع دول، وأيضا
يعني مصر من دول ما فضلتها في البداية هي دول قريبة إلى قلوب البحرينيين. طيب تأتي هذه الزيارة في ظل أوضاع نعلمها جميعا، يعني يمكن أوضاع صعبة تعيشها الأمة العربية، وخاصة بسبب الحرب الأخيرة على غزة والصراع المشتعل في الإقليم بين إسرائيل وإيران وقضايا أخرى عربية وشرق أوسطية. يعني برأي حضرتك يعني كيف يكون التفاهم وضع رؤى مشتركة ما بين البحرين وجمهورية مصر العربية مهمة لحلحلة الأمور أو وضع رؤية للوصول حتى إلى استراتيجية مشتركة للحل؟ نعم طبعا احنا مملكه البحرين عرفت هي مهد يعني بلد الكرم ومهد السلام، وهذا النهج الذي ينتهجه جلاله الملك الله يحفظه واعضائه منذ سنين. فالبحرين مملكه البحرين موقف ثابت وموقف يعني احنا كبرلمان والسلطه التشريعيه نؤيد موقف جلاله الملك الله يحفظه في دعم السلام وحل الدولتين. وهذا الامر الذي نشدد عليه، وايضا احنا نشدد عليه كسلطه تشريعيه وجلاله الملك الله يحفظه، ونشد على يد جلالة الملك في إرساء قواعد السلام لحفظ السلام والأمن في المنطقة بأكملها. ولذلك احنا يعني ندعم أيضا رؤية جلالة الملك لحفظ هذه السلام، لأن هذه الحل الوحيد الذي نراه كمملكة البحرين الذي سينعم الجميع والمنطقة في أمن وراحة ودون أي مشاكل بين الدول. طيب يمكن أيضا العلاقات ما بين الدول بتشمل يمكن مجالات أخرى اقتصادية وتشريعية، يمكن الجهود ما بين الدولتين في أن يكون هناك رؤية أيضا فيما يتعلق بالخبرات التشريعية باعتبار أن حضرتك نائب بمجلس النواب البحريني. نعم احنا طبعا كذا تصريحات أو كذا بيانات أصدرناها من الناحية التشريعية في مجلس النواب، أصدرناها مسبقا في القضايا الفلسطينية، وأيضا كان في برلمان الجمعية الآسيوية البرلمانية، كان في طهران، كان في اجتماع طارئ في موضوع غزة واجتمعت الدول الإسلامية، وكان في اجتماع ثاني في نفس اليوم للدول الآسيوية، وتم تناولنا في عدة محاور اللي هي تتعلق في الأمور المتعلقة في غزة. وتم التطرق يعني حتى احنا كمملكه البحرين، وانا كنت امثل مملكه البحرين في موضوع غزه، وايضا احنا شددنا الموقف مملكه البحرين يعني الى حل الدولتين، وهذا الحل الذي يعني ذكرته من قبل قليل انه هو الحل الذي يعني ينعم الامن والامان ويعني يخفف حده المشاكل بين الاطراف او دول الجوار المنطقه. طب استاذ عبد الله ايضا يعني هذه الاوضاع اثرت على الاقتصاد الدولي، وخاصه ايضا بما حدث في الملاحه للبحر الاحمر ومن قبلها الحرب كورونا اذا جاز التعبير. برأي حضرتك هذه العلاقات كيف تؤدي الى بلوره استراتيجيه اقتصاديه جديده؟ استحدثنا هنا بالاخص عن مصر والبحرين في مجالات اقتصاديه مشتركه كالطاقه مثلا باعتبار انها هي المجال المطلوب في الساعه او هذه اللحظات يعني. نعم احنا طبعا لكل مقام مقال ولكل زمان تحديات، وايضا التحديات والصراعات في كل زمان لازم يكون في موجود، لكن طريقه اداره هذه الصراعات والتحديات خصوصا ما تفضلتي من الناحيه الاقتصاديه، طبعا هناك في جوانب سياسيه واجتماعيه واخرى، لكن تطرق على الامور الاقتصاديه، طبعا هناك ايضا اكيد بلا شك هناك تحديات وارتفاع الاسعار والتضخم والى اخره، لكن هنا يعني تكمن حنكه القاده في اداره هذه المخاطر واحتواء الاقتصاد وبناء الاقتصاد على الطريق من حيث تجاوز وكيفية تخطي هذه العقبات في ظل هذه الأزمة. تمام انا بشكرك، وضحت الصوره، اشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من البحرين الاستاذ عبد الله الرميحي رئيس لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب البحريني، شكرا جزيلا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع وحماية سكانه من خطر المجاعة. وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار التصعيد العسكري وتوسعة ما يهدد أمن وسلامة المنطقة. وأكد المتحدث باسم رئاسة
الجمهورية أنه تم التباحث بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، حيث شدد الرئيسان على أهمية بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم السلطة الرئاسة الفلسطينية. دكتور أستاذ نبيل، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. يعني بداية، إذا تحدثنا عن يمكن الخبر والتطورات الخاصة بالسلطة أو القضية الفلسطينية بشكل خاص، ما يتعلق بعضوية دائمة لفلسطين بمجلس الأمن، كيف تتوقع الوصول لهذا القرار؟ يعني للأسف الموقف الأمريكي واضح. السفيرة الأمريكية في لدى الأمم المتحدة بالأمس قالت أن ذهاب فلسطين إلى العضوية الكاملة لن يخدم عملية السلام أو حل فلسطين. يعني الاتصالات الفلسطينية الأمريكية كلها كانت تصب في هذه الخانة. الإدارة الأمريكية الحالية لا تريد أن تغامر في علاقاتها مع إسرائيل ومع اللوبي الإسرائيلي في واشنطن في التوجه نحو الاعتراف بدولة فلسطين. المشكلة الأساسية كانت ولا زالت هي سوء الإدارات الأمريكية في تعاملها مع قضية الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية تحديدا. الإدارة الأمريكية منذ سنوات طويلة ملتزمة بالمفاهيم الإسرائيلية، بالمفاهيم التي لا تريد أن ترى النور دولة فلسطينية. وللأسف الشديد سبب كل حروب المنطقة منذ أكثر من 100 عام نتيجة هذه الرؤية الأمريكية البريطانية السيئة التي لا تريد للحق والشرعية الدولية والقانون الدولي أن يتم التنفيذ. طيب. العالم العربي جميعه كله يجب أن يقف صفا واحدا الآن تجاه الإدارة الأمريكية. عندما تتحدث الإدارة الأمريكية عن حل الدولتين، لماذا تعارض الإدارة الأمريكية قيام الدولة الثانية، دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية؟ للأسف الشديد أمريكا لا تجد الصد الحقيقي من الجهات الدولية سوى تصريحات وإدانات ومواقف جيدة، لكنها لا تؤدي إلى أي نتيجة. نحن نطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف عن هذا العبث، لأن هذه السياسة الأمريكية التي تجعل السياسة الإسرائيلية سبب كل حروب المنطقة وسبب كل الدمار الذي يجري في منطقة الشرق الأوسط منذ وقود. طب سيد نبيل، يعني ما هي الإجراءات التي من المفروض افترض اتخاذها سواء من الدول العربية أو من السلطة الفلسطينية حيال تمرير هذا القرار أو عدم تمريره؟ يعني بحقيقة هنالك رؤية فلسطينية عربية موحدة وأرسلت إلى الجانب الأمريكي، لكن الجانب الأمريكي لا يريد أن يتعاطى مع هذه الرؤية. الإدارة الأمريكية للأسف الشديد تستخف بالموقف الفلسطيني والعربي، ولا زالت تدعم إسرائيل في حربها بتدمير غزة واستمرار الإبادة بإرسال الأسلحة والمعدات وكل ما يلزمها. ولعلك شاهدت قبل عدة أيام عندما تصدت أمريكا وبريطانيا وفرنسا للهجمات التي تعرضت لها إسرائيل. إسرائيل محمية غربية على رأسها الولايات المتحدة، هدفها حماية إسرائيل وتدمير العالم العربي، مرة في غزة ومرة في سوريا ومرة في العراق ومرة في لبنان ومرة في ليبيا ومرة في مكان آخر. للأسف الشديد لا بد من أن يقف العرب في القمة العربية القادمة موقفا حاسما وحازما تجاه الإدارة الأمريكية لوقف هذا العبث، خاصة أن الإدارة الأمريكية عندما تتكلم معنا ومع الأشقاء العرب تقول لهم أنها مع حل الدولتين وأنها مع وقف إطلاق النار وأنها تريد الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. إذا ما كان ذلك صحيحا عليها أن توقف عدوان إسرائيل أولا والحرب الإبادة على قطاع غزة، وأن توقف حربها الغير معلنة في الضفة الغربية وكذلك في القدس الشرقية. تصور هنالك أكثر من 500 شهيد في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر و 8000 أسير وجريح. إسرائيل تشن حرب شعواء على الفلسطينيين وعلى العرب، غارات يومية على فلسطين وعلى لبنان وعلى سوريا،
وإسرائيل تسعى إلى توسيع رقعة الحرب حتى تشغل المنطقة بأسرها ولا تؤدي إلى كوارث لا يحمد عقباها. طيب يوم الأسير يعني كيف يرسخ لقيمة المقاومة السلمية ضد الاحتلال وأيضا الظروف اللا إنسانية التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال؟ هل يمكن أن تكون جزءا من التحرك قضائيا ضد إسرائيل؟ يعني تحركنا في مجلس الأمن، وتحركنا في الجمعية العامة، وتحركنا في محكمة العدل الدولية، وتحركنا في محكمة الجنايات الدولية. هنالك عقبة وحيدة دائمة هي سياسة الإدارة الأمريكية، السياسة الإدارة الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني وللأمة العربية هي تقف عثرة. غدا هنالك تصويت في مجلس الأمن، وعلى الأغلب الإدارة الأمريكية حسب ما قالت المبعوثة الأمريكية بالأمس أنها ستستعمل الفيتو، وللأسف بأنها لا تجد أي رد فعل من المجتمع الدولي ومستمرة في هذا العبث، ومستمرة بالسماح لإسرائيل بتدمير قطاع غزة وبتدمير سوريا ولبنان. كما قلت لك قبل قليل، في القمة العربية القادمة لابد أن يكون هنالك صوت عربي واضح تجاه الإدارة الأمريكية والحديث معها، لأن مصداقية الإدارة الأمريكية ترسل لنا تصريحات إيجابية لكن لا تفعل شيئا سوى وعود لا تنفذ وسوى دعم لإسرائيل للاستمرار في حربها على الشعب الفلسطيني. طيب سيد نبيل، يمكن جهود دولية وقرارات أيضا دولية وما يتعلق بمحكمة العدل الدولية وغيرها، ولكن لم تسفر عن نتيجة أو نتائج فيما يتعلق بما تقوم بإسرائيل في قطاع غزة، أو حتى حلحلة الأمور بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والضغط عليها لدعم القضية. يعني ما هي الورقة الجديدة التي من الممكن أن تستخدم خلال هذه المرحلة؟ وهل الصراع المستمر ما بين أو الصراع الموجود ما بين إيران وإسرائيل حاليا كيف سيؤثر على هذه القضية؟ يعني أولا الشعب الفلسطيني لا يملك إلا الصمود على أرضه، نحن صامدون على أرضنا وسندافع عن كل شبر من أرضنا، سنحافظ على القدس وعلى المقدسات، ولن نسمح لإسرائيل أو الإدارة الأمريكية بالعبث بهذه المفاهيم وهذه الأسس الفلسطينية. وعلى العالم العربي أن يقف بصورة أوضح وصورة أقوى مع الإدارة الأمريكية، لأنها إدارة يعني مستمرة في عدوانها، مستمرة في دعم إسرائيل، وكل هذه الحروب التي تريها سببها أن القضية الفلسطينية بلا حل منذ أكثر من 75 عاما. ما دامت القدس محتلة ستحرق كل عواصف المنطقة، وهذا ما يحصل في المنطقة بأسرها. نقول دائما حل القضية الفلسطينية يؤدي إلى أمن واستقرار كل الدول العربية، لكن للأسف نواجه دائما بمجتمع الدولي لا يعطي إلا تصريحات إيجابية، وإدارة أمريكية معادية للأمة العربية تدعم إسرائيل ولا يهمها سوى أمن إسرائيل وتمزيق العالم العربي بأسره. طيب يعني الصف الفلسطيني وتوحد هذا الصف، ما الذي يحول دون توحيد الجهود الفلسطينية في إطار واحد لمواجهة كل هذه التحديات؟ يعني الشعب الفلسطيني موحد على الأرض ويواجه العدو الإسرائيلي يوميا في غزة وفي الضفة الغربية وفي نابلس وجنين ورام الله. وكما قلت لك قبل قليل، هنالك 500 شهيد في الضفة الغربية نتيجة هذه المقاومة الباسلة، هنالك 8000 أسير في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، هنالك أكثر من 34000 شهيد في قطاع غزة. نحن لا نملك إلا الإرادة والصمود على أرضنا، والعالم يتفرج مستغلا ضعف الأمة العربية وضعف إجراءات المجتمع الدولي تجاه إسرائيل وتجاه الإدارة الأمريكية. وكما قلنا، أمريكا معنية باستمرار عدم الاستقرار في المنطقة، لأن لها مصلحة في حماية إسرائيل ولها مصلحة في ثروات العرب وتمزيق الأمة العربية. طيب سيد نبيل، أيضا ما هي الترتيبات التي توافق بها السلطة الفلسطينية لليوم التالي للحرب؟ لم أسمع السؤال. الترتيبات التي من الممكن أن تصل إلى تفاهمات معينة مع السلطة الفلسطينية في اليوم التاني للحرب الذي يعلن عنه دائما نتنياهو.
يعني أولا كما اتفقنا احنا والأشقاء العرب في مصر والسعودية والأردن وبقية الدول العربية الست أنه لابد من وقف الحرب أولا. قبل وقف الحرب ما قيمة الحديث عن اليوم الذي يلي الحرب؟ الحرب مستمرة منذ 7 أشهر. عندما تقف الحرب نحن مستعدون وجاهزون، واتفقنا مع الأشقاء العرب على أن نتحمل مسؤولياتنا. منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولة عن غزة والضفة والقدس الشرقية، والسلطة الفلسطينية مستعدة للقيام بدورها. المهم أن تقف الحرب أولا، إذا لم تقف الحرب فكل شيء معرض للدمار. وأنت تشاهد الآن غارات على غزة وعلى جنوب لبنان وعلى سوريا، والأمة العربية بأسرها تتعرض لحالة من عدم الاستقرار نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي المدعوم من أمريكا وبريطانيا. مصر بتتحرك نحو تحقيق هدنة ما بين حماس وإسرائيل، هل تعتقد أن هذه الهدنة قريبة في ظل هذا التباين ما بين الطرفين؟ يعني نحن منذ اليوم الأول الرئيس أبو مازن قال أنه لا بد من وقف الحرب أولا. الهدنة مطلوبة لكنها لا تنهي المشكلة، لا بد من وقف إطلاق النار الشامل وانسحاب إسرائيل، ثم لا نسمح لأحد بالتدخل بالشأن الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. على هذه القاعدة نحن مصممون ومستمرون في مواجهتنا لإسرائيل وللإدارة الأمريكية. منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وحركة فتح وبقية فصائل منظمة التحرير متفقة على هذه الثوابت، وهنالك إجماع فلسطيني عربي جرى بالأشهر الماضية خلال هذه الحرب، وتم الاتفاق على وجهة نظر واحدة أرسلت للإدارة الأمريكية، لكن للأسف الشديد الإدارة الأمريكية تستخف بكل جهد فلسطيني وعربي، وردودها دائما كانت سلبية، لا تذهب إلى مجلس الأمن وانتظروا، ولا بد من القضاء على المقاومة، ولا بد من تسليم الرهائن. ونقول لهم دائما عليكم أن تعودوا إلى الشرعية الدولية. سبب كل الحروب وسببه احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ما لم ينتهي هذا الاحتلال فستبقى إسرائيل والمنطقة في دوامة وفي حروب لا تنتهي. طب هل تتوقعون الاستمرار الدعم الأمريكي في حال ردت إسرائيل على الضربة الإيرانية أو حتى قامت باجتياح بري لرفح؟ يعني لابد من أن تنتبه على حالة أنه الإدارة الأمريكية قامت بتمثيلية وبمسرحية من أجل أسباب كثيرة، وبالتالي كل ما يجري هو عبث أمريكي وعدوان إسرائيلي ومسرحيات أمريكية. أمريكا تلعب بالنار وتدفع المنطقة كلها للحريق، وبدون أن ليس لها أي مصلحة كما قلت لك قبل قليل في حماية إسرائيل وتدمير وتمزيق العالم العربي. طيب يمكن إسرائيل استطاعت بهذه الضربة الإيرانية أن توجه العالم مرة أخرى ورأي العام العالمي لها في هذا الإطار، هل من الممكن أن يكون ذلك يعني هذا المخطط وجذب رأي العام العالمي كان مخطط لهم من قبل إسرائيل واستغلال هذه الضربة بهذا الشكل؟ يعني لا شك شاهدت المسرحية التي جرت، وبالتالي إسرائيل مستمرة في عدوانها، والإدارة الأمريكية لازالت تعبث بالقضية الفلسطينية وبالقضايا العربية، وكل ما نطالب به دائما أن على الإدارة الأمريكية أن تلزم إسرائيل وقف إطلاق النار. ولعلك شاهدت ما حصل عندما حصلت الغارات الإيرانية، من الذي تصدى لهذه الغارات؟ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. إسرائيل محمية أمريكية وهي غير قادرة على البقاء دون الدعم الأمريكي والأموال الأمريكية والسلاح الأمريكي، معتمدة على لامبالاة العالم وعلى العدس العربي. كيف ترون الدور المصري إنسانيا وسياسيا في هذه القضية بشكل عام وما حدث في غزة مؤخرا؟ كما ذكرت لك قبل قليل كان هنالك جهد فلسطيني عربي شاركت فيه مصر بقوة، مع نحن ومصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات، وعقدت سلسلة اجتماعات وبلورنا خطة عمل مشتركة، وهذه خطة العمل المشتركة لازلنا ملتزمون بها،
لابد من وقف الحرب، لابد من سرعه ادخال المساعدات الى قطاع غزه، ولابد من التوجه الى الاداره الامريكيه لانتزاع منها قرار بوقف الحرب. كما تشاهد حملات الطائرات الامريكيه موجوده في المنطقه تزود اسرائيل بالسلاح والمال، والشعب الفلسطيني يتعرض للدمار، وكل ما هنالك لا نسمع سوى تصريحات من المجتمع الدولي تطالب بوقف اطلاق النار دون ان يبذل اي جهد حقيقي لوقف اطلاق النار. الجهود الفلسطينيه العربيه مستمره وسوف تستمر، والاتصالات الفلسطينية العربية قائمة على مدار الساعة، ونحن جميعا في مواجهة واحدة ومطلبنا واحد، وقف اطلاق النار وسرعة الوصول الى ايصال المساعدات لوقف معاناة الناس ووقف القتل اليومي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. طيب سيد نبيل، يعني نعلم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة، حتى أن إعمار القطاع يحتاج إلى سنوات وسنوات، لكن خطتكم على المستوى القريب لمحاولة إحياء ولو جزء من هذا القطاع؟ يعني كما قلت لك، كل الجهود المبذولة حاليا أساسها وقف إطلاق النار. دون وقف إطلاق النار كل مشاريع على الطاولة، لكن لا يمكن البدء فيها أو التحرك عليها أو تحريكها دون وقف اطلاق النار. ما لم يتم وقف اطلاق النار. أنا بشكرك لننقل كلمة فلسطين من مجلس الأمن. بشكرك دكتور نبيل أبو ردين الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، شكرا جزيلا. المسؤولين في المجال الإنساني الذين يقومون بتقديم المساعدة الإغاثية الطارئة للشعب الفلسطيني بما في ذلك في قطاع غزة، لكم منا كل التحية على شجاعتكم وتفانيكم في أداء مهمتكم الإنسانية النبيلة، معرضين حياتكم للخطر من أجل توفير الإغاثة لأبناء شعبنا، كما نعزي أنفسنا ونعزيكم بفقدان إخوتنا وزملائكم العاملين في المجال الإنساني، ونتمنى لكم السلامة في هذه الأوقات الحرجة. السيد الرئيس، لا يمكنني في هذا المقام إلا أن أبدأ بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المعونات الإنسانية بدون معيقات، ومنع التهجير قسرا للفلسطينيين من وطنهم، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرارات 27-12 27-20 27-28. كلنا ندرك جيدا أنه لا يمكن إنقاذ أرواح الأبرياء وإغاثة المنكوبين والتصدي للمجاعة في غزة بينما تواصل إسرائيل اجتياحها البري وغاراتها الجوية التي تستهدف المدنيين والمنازل والبنى التحتية والمدارس والملاجئ والمستشفيات ومقرات العمل الإنساني والعاملين فيها وفرق الإنقاذ والطواقم الطبية، إذ لا يمكن تحقيق أي استجابة إنسانية فعالة أو تقديم مساعدة إغاثية كافية لغزة مع استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي بأقصى أشكاله دون توقف، ومع التهديد أيضا باجتياح مدينة رفح التي نزح إليها نحو 1.5 مليون من سكان قطاع غزة، نصفهم من الأطفال، والتي تعتبر أيضا البوابة الإنسانية لدخول المساعدات إلى قطاع غزة وإجلاء الجرحى والمرضى. وهنا يجب الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بشكل حاسم لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تتوقف عن سياسة العقاب الجماعي وسياسة التجويع واستخدام المجاعة كسلاح في الحرب. ولا بد لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية الشقيقة على جهودها في تنسيق دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة في ظل هذه الكارثة الإنسانية الناجمة عن العدوان والحصار الإسرائيلي. وأقدم الشكر أيضا للدول والمؤسسات التي تساعد في إجلاء الجرحى والمرضى وتقديم العناية الطبية اللازمة
لهم. إننا نطالب بالعمل بشكل جدي وحازم لفتح كافة معابر القطاع وإجبار إسرائيل على احترام واجباتها كسلطة قائمة بالاحتلال مسؤولة عن توفير الحاجات الأساسية للشعب الذي يعيش تحت احتلالها ومحاسبتها حسب القانون الدولي. لقد امتدت المجازر ضد الأبرياء في غزة لنصف عام حتى الآن، أما آن الوقت لكل هذا القتل والدمار والتهجير أن يتوقف؟ السيد الرئيس، لقد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا في العام 1949 بموجب القرار 302، وكان هذا القرار واضحا بشأن سبب إنشائها ومهمتها وشرط إنهاء عملها، وهو حل قضية اللاجئين الفلسطينيين. وبناء على ذلك تجدد الجمعية العامة ولاية الأونروا بشكل دوري رغم كل المحاولات وحملات التشويه لنزع الطابع الأممي عن هذه المنظمة الإنسانية المميزة. فلا يمكن أن يكون هناك بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. إن وكالة الغوث ليست مجرد مشروع إنساني، إنما هي شاهد تاريخي على التزام المجتمع الدولي بل واجبه تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم بسبب نكبة العام 1948 بعد قرار تقسيم فلسطين، إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم وفق قرار الجمعية العامة 194. لقد أصبحت الأونروا جزءا من تاريخ اللاجئين الفلسطينيين، وأصبح دورها محوريا في حاضرهم وفي حياتهم اليومية، وهي بالنسبة للكثيرين شريان الحياة الوحيد الذي يساعدهم على العيش الكريم، خاصة في ظل واقع خطير وقاس تتزايد فيه المخاوف والتوترات، وأي بديل عنها لن يحظى بهذه المكانة ولا بثقة اللاجئين الفلسطينيين. وتعتبر وكالة الأونروا هي المنظمة الأممية الوحيدة التي تتمتع بالقدرة التشغيلية العالية والمهارة الجاهزة والخبرة الطويلة والتجربة المتمكنة في الاطلاع بالمهام الإنسانية على مستوى واسع، خاصة في ظل ما يحدث في قطاع غزة وضرورة العودة للمدارس بأسرع وقت وبشكل مألوف للأطفال ولتقديم التعليم والدعم الصحي والنفسي الذي حرموا منه خلال هذا العام الدراسي. فالوكالة تجسد أفضل ما يمكن للأمم المتحدة القيام به في مثل هذه الظروف من خلال الجمع بين الإشراف الدولي والقدرة الوطنية وبراعة التنسيق بين المساعدة الإنسانية والحماية والتنمية المستدامة والحفاظ على الحقوق. سيد الرئيس، إن الحملات الإسرائيلية على الأونروا ليست جديدة وليست سرا، لقد قامت إسرائيل منذ فترة طويلة بالتحريض ضد الوكالة واستهداف مقارها ومخازنها وملاجئها وموظفيها، وعرقلت عملياتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفي قطاع غزة، وشنت حملات التحريض والتشهير ضد موظفيها وضد اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم. وبالرغم من ذلك بقيت الأونروا المثال الذي يجسد قدرة المجتمع الدولي على الشراكة في المسؤولية والعمل الجماعي بما ينسجم مع القانون الدولي والالتزامات السياسية والأخلاقية من أجل تخفيف المأساة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم. إننا نشعر بالامتنان العميق للدول العربية المضيفة الأردن ولبنان وسوريا على دعمها الذي لا مثيل له في استضافة اللاجئين الفلسطينيين على أرضهم لما يزيد عن 7 عقود، واقتسام خيرات بلادهم وتقديم ما يلزم لعونهم ونموهم. إننا ممتنون لكل الدول المانحة التي حرصت على مر السنين على توفير الدعم لضمان قدرة الأونروا
على تقديم مساعدتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك الدول التي لم تعلق تمويل الأونروا والدول التي أعادت التمويل والدول التي ضاعفت وصارعت في توفير الوكالة في تمويل الوكالة، خاصة في ظل الأزمة الراهنة. فلطالما أعطى دعمكم للأونروا واللاجئين الفلسطينيين قدرا من الكرامة والأمل الذي انتزع بسبب الظلم والعدوان وغياب أفق الحل العادل. السيد الرئيس، نجدد تقديرنا للقيادة الحكيمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعم الأونروا وفي الخطوات التي اتخذها بتكليف مكتب خدمات الرقابة الداخلية والمراجعة بإجراء التحقيق في الادعاءات الإسرائيلية ضد بعض الأفراد العاملين في الأونروا وتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة عمليات الأونروا، ونحن ننتظر نتائج هذا التحقيق وتقرير اللجنة. وحتى يتم ذلك فإننا نناشد الدول التي علقت تمويل الأونروا بالعدول عن موقفها وإعادة تمويلها، ونذكر الجميع أن حياة الملايين من الأطفال والنساء والشباب المهمشين هي في خطر حقيقي. إن التحديات الإنسانية التي نواجهها غير مسبوقة وتتطلب جهدا مضاعفا وتعاطفا استثنائيا، فيجب تقديم الدعم السياسي والمالي والتشغيلي للأونروا اللازم لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة والتصدي للمجاعة التي تلوح في الأفق. ولا يمكن لأي هيكلية تشغيلية القيام بذلك دون أن تكون الأونروا على رأس هذه الهيكلية. السيد الرئيس، يجب الضغط على إسرائيل لكي تتوقف فورا عن عرقلة عمليات الأونروا وانتهاك ولايتها، ويجب عليها أن تكف عن استهداف مرافق الأونروا ومحاولة طرد الوكالة من القدس الشرقية المحتلة وتعليق امتيازاتها وحصانتها وتقييد أو إلغاء تأشيرات دخول موظفيها وعرقلة حركتهم وحركة شاحنات إمداداتها الإنسانية. إن إسرائيل ملزمة باحترام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الامتيازات والحصانات واتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بالإضافة إلى الاتفاقيات الموقعة مع الأونروا، وإن محاولاتها لتقويضها وتدميرها تشكل انتهاكا لالتزاماتها ما يستوجب المحاسبة. السيد الرئيس، لقد حان الوقت لحل مشكلة اللاجئين الأكبر والأطول في التاريخ. لقد حان الوقت لممارسة الإرادة السياسية اللازمة لوضع حد للاحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني لأرضنا وإنهاء نكبة شعبنا الفلسطيني. لقد حان الوقت لكي ينال الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية والإنسانية غير القابلة للتصرف، ولتحقيق السلام والعدالة اللذان سيسمحان لشعبنا بما في ذلك اللاجئين منه بالعيش بحرية وكرامة وإيمان وأمان. وإلى أن يتم ذلك يظل دعم عمل الأونروا في مناطق عملياتها في الأردن ولبنان وسوريا والأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الجهود الدولية لتخفيف المصاعب التي يتحملها شعبنا، وجزءا لا يتجزأ من المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين. شكرا السيد الرئيس.